السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا الاي سي جي المريض تقريبا عمره 25 سنة، اجي عند هيستوري اوف ميلينا. تعرفون الميلينا هي عبارة عن يعني بلاك تارس كول وذ ابنورمال او فول سميلينج ستول. فاجي مرة على هيستوري اوف ابر جي اي بليدنج الميلينا، هو ادى قبل الهيستوري اوف بيبتيك السر، مسوي قبلها يعني اندوسكوبك سيرجر يعني تريتمنت لهاي السر، ويعني فاجي هسه من هنا. فبارت من البورك اب خذوا له اي سي جي، خلينا نشوف هذا الاي سي جي ايش فيه. مثل ما تعلمنا بداية نقرا الاي سي جي اول شيء مربوط صحيح، مثل نشوف الاي بي ار. راح اشوف انا هنا بهذا الاي سي جي الريت والاكسس، الاكسس ليد 1 فوق والليد اي بي اف هم فوق، فنورمال اكسس عندي. هنا عندي هل هي ساينس لو لا، مثل ما نشوف اغلب الاي سي جي واضح البي ويف كلش واضحه، مثلا عندي بالفي 1 واضح، حتى بالليد 2 اللي البي ويف كلش واضحه. زين هسه خلينا نجي نشوف الريت مالتنا. بما انه البيشنت تشوفونه طبعا هنا شو اكو ريجولاريتي، يعني هنا كان شويه ريت سريع تقريبا 4 مربعات، لان قام يكبر يعني الريت مالته. نحسب هنا تقريبا يطلع عندي فد 5 مربعات ونص تقريبا، يعني سبح سنه 1 2 3 4 5 وشويه، يعني فتقريبا الريت مالته يطلع 55 60 هيك شيء. طبعا هذا الشيء مهم، يعني انا لازم اعرف شنو كوز اوف ذيس براديكارديا، احتمال مريض صار شوك صار براديكارديا او ياخذ ادويه معينه، فلازم اركز عليه شنو سبب السانس براديكارديا بهذا السي جي. على ممكن نكمل. خلينا نجي نقرأ هسه يعني جروب ليد. نجي هسه على انفيرير ليدز، ليد 2 وليد 3 وليد اي بي اف. خلينا نجي نقرأها. هسه نجي نشوف هسه عندي بالليد 2 بدي اشوف انا عندي بي ورا كيو ار اس، ما عندي مشكلة. طبعا مو كلش واضحة صراحة، يعني هسه انا بي وكيو ار اس، بي كيو ار اس ما عندي مشكلة. بدي تلاحظون شغله مهمه، هنا عندي شنو؟ عندي اس تي سيجمنت اليفيشن، عندي اس تي سيجمنت هنزل هذا حتبين، عندي اس تي سيجمنت اليفيشن. لو تلاحظون مربع واحد، عندي اس تي سيجمنت اليفيشن مربع واحد، لاحظوا هنا كلش واضحه. نعرف احنا باللين بليز مربع واحد اعتبره سيجنفيكنت، احتمال يكون ام اي او غيرها. لو تلاحظون شغله بهذا الاي سي جي او هاي الرذم شيء غريب، احنا ما شايفين قبل الاي سي جي القديمه. اذا تلاحظون هذا النوتش صاير هنا، يعني صرنا انا عندي ار، طبعا ار ويف هنا نارو مو يعني عادي، ار ويف بس عندي هنا شويه نزله براها صعده وبراها جاي اس تي سيجمنت اليفيشن. هاي الويف يسموها جي ويف او يسموه النوتشنج اوف جي بوينت. لو تلاحظون هسه هنا عندي هنا ضروري نميز بين شغلتين، فشي يسموه جي ويف وجي بوينت. جي بوينت شنو هي جي بوينت؟ جي بوينت هي عباره منطقه التقاء الكيو ار اس ويا الكيو ار اس الجي بوينت، العفو صفراء الجي بوينت وجي ويف. الجي بوينت هي منطقة التقاء الكيو ار اس ويا الاس تي سيجمنت، هاي يسموها جي بوينت. هاي النقطة هنا، هاي النقطة جي بوينت. الجي بوينت اذا صار بي اليفيشن يعني او نوتشنج، احنا راح نسميه شنو؟ حيصير عندي يسموها الجي ويف، يعني ويف جديدة بالاي سي جي، هي جي ويف جديدة بالاي سي يسموها جي ويف. هاي اللي تشوفوها هنا عندي واضحة. هاي راح بعدين نقول شنو الأهمية مالتها بالاي سي جي. ولو تلاحظون الاس تي سيجمنت صار كونكيف ابورد، فهمت علامة الصح او واحد دا يضحك يعني، اوكي؟ فهاي مهم الساين مهمة. زين. خلينا نكمل بعد، لو نلاحظ هسه بقيت الانفير ليز تقريبا نفس المشكلة اللي عندي. يعني هسه باوع الاي بي اف نفس الشيء عندي تقريبا. اوكي؟ نفس الشيء، طبعا ما عندي كيو ويف كيو ار اس طبيعية، بس نفس المشكلة عندي. باللي ليد 3 هم نفس الشيء. عدا بعد ما عندي شيء داخل يعني يخوف. اوكي. نجي هسه على اللاترال ليدز. الليد 1 طبيعي ما بي اي شيء، يعني بوزيتيف ما عندي كل اي ابنورمالتي، ما عندي بي كله طبيعي. الليد 1 هذا الليد اي بي ال تقريبا همينه، يعني انا صراحه كلش واضح، بس هنا عندي اس تي سيجمنت يعني عفوا تي ويف انفيرجن، تي ويف انفيرجن بعد يكون نورمال يعني اذا بحده ازوليتد. زين هسه نجي على الليد في 5 في 6، بس هنا حنحاول نقراهم اذا مين في 1 حتكون يعني اسهل علينا. او شو مثل ما اتفقنا باوع على الار واي بروجريشن. مثل ما نشوف هنا بالليد في 1 الار ويف نيجاتيف او كيو ار اس نيجاتيف، بدا شوي شوي تصعد تقريبا بالفي 3 بيصير بوزيتيف. هنا بالليد 3 صعد بوزيتيف، فنورمال ار واي بروجريشن ما عندي مشكله يعني، معناته يعني ما في بريفيس بروبلم. ونشوف هنا بعد بي في 5 في 4 في 5 في 6 كلها بوزيتيف كيو ار اس، ما عندي مشكله. بس خلينا نجي نقراها واحده واحده. بالفي 1 هنا عندي بي دبر نيجاتيف والتي ويف نيجاتيف، هاي ممكن يكون نورمال يعني مو كلش اخاف من عنده بال يعني ممكن نورمال فايندينغ هذا الفي 1. زين الفي 2 لو تلاحظون هم ما عندي فد مشكله كبيره بيه،
ولو تيوي بشوية صار بها يعني تقريبا باي فيزكس صار بخير، بس مو كلش تخوف صراحة يعني ما عندي مشكلة. نجي هسه على الفي 3. الفي 3 لو تلاحظ هنا طبعا صار خربطة فحعوفة هاجي من هنا. الفي 3 هذا صار عندي نفس المشكلة اللي شفناها بالليد اللي في ليدز. لاحظ عندي هم اس تي سيجمنت اليفيشن تقريبا هنا مربع ونص، تقريبا مربع ونص يعني يعني هنا او مربعين يعني هنا هنا شوي هنا بدي اخاف من عدقين اخاف تكون هاي ام اي. وهم عندي هاي النوتشنج صارت صغيره جي ويف او جي بوينت نوتشنج بس عندي هاي نفس المشكله صار عندي. والتي ويف اشوفه ضخمه شويه التي ويف هم مو طبيعي هالتي ويف يعني نفس الشيء صار عندي بالفي 5 وبالفي 4 بي 5 في 6 لو تلاحظون في 4 كلش واضح عندي هاي النوتشنج كلش واضح هاي النوتشنج عندي واضح هنا يسموها جي ويف او جي بوينت يعني نوتشنج. نفس الشيء في 5 في 6 نفس المشكله صار عندي. زين هسه هسه احنا اتفقنا على هذا الاي سي جي لحد هسه. طبعا هاي بي ويف ما عندي شيء بها الكيو ار اس طبيعيه ما عندي في مشكله خوف بعد، بس التي ويف شكلها شويه كبيره وعندي اس تي سيجمنت اليفيشن وياها جي ويف. هذا شنو الاي سي جي؟ مريض عمره 25 سنه ما عنده اي قبل باست ميديكال هيستوري بالنسبه للكارديك ديزيزز، اجى عنده ابر جي اي بيدنج يعني فد شيء ما له علاقه، وعندي اس تي سيجمنت اليفيشن. انا كطبيب بالطوارئ لما اشوف اس تي اليفيشن دائما احط بالي يمها، لان احنا اكثر شيء عندنا بالاي سي جي هو اس تي، ممكن تكون ام اي ممكن تكون ام اي. فانا كاي سي جي هذا المريض اهتم به يعني ابوع عليه نخاف يكون له ام اي مال كارديو انفاركشن. بس هذا مريض صغير بالعمر وما عنده ريسك فاكتورز الكارديو فاسكولار ديزيز، فممكن يفكر بادر كوز او اس تي اليفيشن. ممكن يفكر هنا كلش مهم افكر بادر كوز او اس تي اليفيشن ان اي سي جي. هنا عندي مهم شنو عندي اسباب. ده لاحظ ان اس تي سيجمنت اليفيشن ديفيوز يعني شفناه احنا بس سوا بالانفير ليدز وبالانتير بلاترال ليدز تقيمين في 2 من في 3 الى في 5 وصار عندي بالانفير ليدز اكو اس تي سيجنيفيكانت اس تي سيجمنت اليفيشن. هذا الشيء مهم، فهذا تقريبا يعني نسميه جنرالايز اس تي سيجمنت اليفيشن. فوين سامعين هذا المصطلح جنرالايز اس سيجمنت؟ ونلاحظ الشغله الثانيه الاس تي اليفيشن كل ليدا صار يعني على ما الصح او يعني ابورد ستوبنج او واحد يضحك على بالك. هاي كلها تصير بشغلتين مهمه بالاي سي جي البريكاردايتس، وصير عندي بعد وين بال بيناين ايرلي بورايزيشن بي اي ار بيناين. فشلون الفرق بين الحالتين؟ مهمه. طبعا احنا قلنا احنا من باع على الاي سي جي كاي سي جي باع كمريض مالتنا. فاول شيء الهيستوري مال المريض البريكاردايتس حيجي عنده فيفر بلورتك تشست بين لما يتنفس يصير عنده وجع لما ينام يزيد الوجع لما يقعد يرتاح. فبالهيستوري راح تكون واضح عنده الاي اس ار سي راكتيف بروتين راح يزداد فيكون واضح او بالاسكولتيشن راح يلقى فايندينج يعني جسم توماتيك حيجي عند المريض. البيان الليبرزيشن ابي عادي ما يجي سيمتوماتيك، ممكن يجي تشست بين طبعا ممكن يجي تشست بين بس اتيبيكال تشست بين يجي. البيان الليبرزيشن افكر بها باي مريض يعني اقل 30 سنه وما عنده باس ميديكال هيستوري، يعني مريض جاي عنده عمره فوق 50 سنه وعنده سكر وضغط وتشست بين، لا انا ما افكر بها احط اخر شيء بالتشخيص مالتي. بس هذا مثل هذا المريض مالتنا عمره 25 ما عنده باس ميديكال هيستوري ففكر بيان الليبرزيشن. فتعال نفرق شلون بينهم. البناء الليبرزيشن بي اي ار عاده تصير بالميد بريكارديال تشست ليز، يعني تصير بالعاده من في 2 الى في 6 مثل ما شفنا بهذا الاي سي جي. هاي واحده. اثنين ما عندي فيتشرز مال مايوكارديال انفاركشن، ما عندي فيها ما استمي شيء فيتشر ما استمي اللي هي سترايت اس تي اليفيشن ريسبروكال تشينجز، ما عندي هنا ديبرشن بالاس تي، ما عندي باي ليد سيجنفيكانت اس تي ديبرشن، ما عندي سترايت اس ويف اس تي اليفيشن، فما عندي فد يعني شغلات سيجنفيكانت مال ام اي. وبالعاده الام اي يصير لوكالايز يعني بس بالانفير او بس باللاترال بالانتيرو لاترال ما يصير ديفيوز بهذا الشكل. اوكي بالبريكاردايتس عندي اذر ساينز تفكر بالبريكاردايتس اللي هي شنو مثلا بي ار ديبرشن بالاول ليدز او بي ار اليفيشن بالاي في ار. لو لاحظ هنا عندي فد يعني ماكو تقريبا بي ار يعني هنا نشوف هنا ما عندي بي ار اليفيشن بالاي في ار ولا عندي بي ار ديبرشن باي واحد من الليدات يعني سالي 1 لي 2 لي 3 يعني اي في ار اي في ار ما عندي بي ار ديبرشن باي وحده من الليدات. زين اكو في الساين سبيسيفيك اكثر شيء للبي اي ار عن بريكاردايتس. بي ار عن بريكاردايتس شنو هي؟ يسموه الفيش هوك ساين بالفي 4. ابغى بالفي 4 المفروض عندي هاي الساين اللي هي يسموها يعني الفيش هوك اللي هي نفس حكينا قبل شوي اللي هي اللي هي جي بوينت او جي بوينت اليفيشن او نوتشنج اللي هاي الشيء احنا شفناها هاي هاي ار والاس وصار عندي هاي هاي مثل سمكه السناره مال سمكه ذبها بالشاط هي هاي فيش هوك هاي عم اسمها فيش هوك اللي هاي يسموه نوتشنج اوف جي ويف او جي جي بوينت او جي ويف بالفي 4. فهاي الساين تروح اكثر شيء للبنان اير بولاريزيشن. واكو ساين مهم اكثر بعد تفرق لي بريكاردايتس عن الام عن بي ار.
she now saying about LV6 بال pericarditis عادة pericarditis ال ST segment يكون أعلى من T wave نسبيا بس بال BR لا ال T wave عادة أكبر من ال ST segment. شو اللي فرقنا فشي سمو ST على T ratio. إذا ST على T ratio أقل من 0.25 أو أقل من 25% تروح هاي ويل BR معناته ال ST من كل شوية صعدة. لو هسه نقيس هذا ال ECG لو ده لاحظ هنا عندي يعني هسه هاي يعني طبعا هذا قليل قليل لو لاحظ هنا تقريبا ال ST segment تقريبا عندي نص مربع زين بينما T wave لو نحسبها مثلا هنا عندي تقريبا نص أو واحد مربع أو واحد ثلاثة تقريبا عندي ثلاث مربعات فنقسم النص على ثلاثة أو نص على اثنين ونص حيطلع نسبة ماي تقريبا 0.20 هي أقل من 0.25 فهي سنة تروح أكثر شوية البريكا ويا البي آر بيان ريبرازيشن معناته تي ويف أكبر بهواية من الـ ST segment وعندي هالفيش هوك ساين ما عندي بي آر ديبرشن ما عندي بي آر إليفيشن كل هاي سنة تروح ويا البي آر ضد البريكارديتس وإحنا قلنا أصلا هاي مو أم آي ليش من الهيستوري والإكزامينيشن ومن ما عندي ريسبروكال تشينجز ما عندي في أذر ساينز فهذا الـ ECG هو تيبيكال للبنان ريبرازيشن بي آر قلنا ماكو ساينز مال انفاركشن وماكو سينز ما بريكارديتس وين كانت تشبه بريكارديتس بريكارديتس هم يسوي كونكيف اس تي اليفيشن هم يسوي جنرالايز اس تي اليفيشن بس اكو بي بي ار ديبرشن بي ار اليفيشن او عندي هاي اللي قلنا عليه بالفي 6 وما عندي الفيش هوك ساين بالفي 4 البي ار شلون راح فرقه بعد البريكارديتس اذا قلت للمريض اركض او لعب رياضه راح تروح منه الاس تي سيجمنت اليفيشن راح تنزل فبس سمباثيك اوتبوت راح تختلف او يصير changes بي اس تي سيجمنت اليفيشن اوكي هاي الكيس ليش نشرتها واهتميت بيها لما كنا مقيمين دوريين يجون الشباب وهو على تشست بين يجون الشباب بالطوارئ تشست بين ويفتر على اكثر من مستشفى يقول له دكتور عندي صدري يوجعني وهذا التخطيط يشوفوا الاطباء يتعاركون عليه واحد يقول عندك جلطه واحد يقول ما ادري ايش عندك شنو فهذا الشيء ضروري نعرفه ضروري نعرف شلون الشخص بينان اير بولاريزيشن وانا بالطوارئ شفنا المانيفيستيشن مالته فهذا ضروري ايش تعرفوه هو نورمال فاريشن وضروري نفرق عن الام اي وعن البريكارديتس جيم الهيستوري والاكزامينيشن والاي سي جي فيتشرز مو بس من الاي سي جي لا من الهيستوري والاكزامينيشن والريسك فاكتور مال المريض فاتمنى تقنوا هذا الموضوع وهاي الفيديو مو كافي تروحون هسه تروحون على جوجل تكتبون ال اف تي ال او كتبوا يعني بينان ايبولايزيشن وروحوا على اول موقع يفوتكم اللي هو مثلا ال اف يعني فاست لين اي سي جي او اي موقع الاخ فوتوا له وتعلموا شنو شلون شخصون البي اي ار بين ريبوزيشن طبعا هاي مستقبل ممكن يسوي فيتي مستقبل في بعض المرضى فهي مو بناين مستقبل ممكن يسوي مشاكل بس يعني كيف بالطوارئ انت قدامك يعني هي بناين اوكي فان شاء الله استفدتوا